حبايبي اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من مطبخك مع الشيف شادي على قناه اقرا دايما دايما دايما. حلقه كثير حلوه رح تكون هلا، رح نتعلم فيها كمان كثير من الاشياء، وخاصه اليوم المعمول مد بالتمر، والتمر اكيد سعودي بامتياز. طيب لكن مع معمول اليوم التمر اوكي، او معمول المد بالتمر اللي بدنا نعمله اليوم نحن بالسمنه، فيكم تعملوا كمان بالزبده وفيكم تعملوا كمان بالزيت، رح يكون حدنا فيه افخاذ ولا افخاض؟ افخاذ. الدجاج فقيه بالكزبره والثوم، كيف بتعملوا جوانح للدجاج بالكزبره والثوم؟ كمان رح نعملهم سوا اكيد مع بهارات اسناد، كمان صرنا خلص صرنا حافظينهم عن غايب. وراح يكون عندنا صحن فول مدمس على طريقه الشيف شادي، حلقه بتطوش. وكنت وعدكم قبل بشراب كمان الصوبيا، كمان عندي اياه صار جاهز. راح بلش اول شغله راح نعملها هلا يا شادي، منحط الفول ولا منحط فخاد كمان الدجاج؟ فخاد الدجاج. يلا بسرعه هيك فائقه رح نبلش. عندي انا الطنجره هون، رح نولع تحتها كمان اوكي، ونحط عليها مثل ما متعودين دائما من زيت الزيتون. وشايفين كمان فينا نحصل كمان على فخاد كمان الدجاج فقيه بهالطريقه الحلوه، وفينا كمان نشتري الفخاد مع الورك تبعولن، اكيد فينا نشتري كمان الدجاجه مثل ما هي. رح البس كمان الجوانتي هيك بسرعة، ورح كمان خبركم خبرية قبل ما نحط كمان فخاد الدجاج كمان بالطنجرة. رح أشوفوا كمان هون على شمالي عنا من الشوفين أو رقائق الشوفين، فينا كمان نستعمل الشعير مشان نعمل شراب الصوبيا. ومنعرف كمان أنه شراب الصوبيا، البعض منا بيعرف أنه شراب الصوبيا كمان بقلبه في تمر، لكن في شعير أو شوفين مع التمر. واليوم انا دخلت لهم من عصير العنب الربيع، يعني تصوروا قد ايه بتكون طيبه هيدي الوصفه. قبل خلونا نحط فخاد كمان دجاج فقيه، وبعدين نرجع من جديد على الشوفين بهالطريقه. ها رح اجي انا نشيل الفخاد بهالطريقه هون، وبدي اقول شغله صار لي زمان بقولها وسنين بقولها وصارت مكتوبة بالجرايد وكتبوها بالمجلات ومحطوطة على النت، انه الدجاج باش نشتري الدجاج بده يكون لونه وردي بامتياز. وردي يعني طلعوا هاللون الزهري، هالوردي الحلو الطازة، ريحة ما في ابدا بتعقد، ذبح طازة 100%. ومثل ما بتعرفوا كمان انه فقيه اكثر من 60 سنة والاوائل بالمملكه بالدجاج، في عندهم كثير من كمان او شيء عندهم دجاج مثلج، وعندهم دجاج كمان يعني فروزن ومثلج، يعني براد وفي كمان فروزن، بس عندهم كثير من الاشياء الجاهزه مثل كباب الدجاج مثل برجر الدجاج او اشياء. المهم نحن هون ما بنغسل الدجاج، الدجاج دغري هيك بهالطريقه، ها دغري بنحطه بالزيت، لانه اذا غسلناه بصير هون بننقل الجراثيم على الدجاج. فالدجاج معقم اكيد من دون مواد حافظه طازه. انواع الاكل اللي بياكلها الدجاج هي اللي بتخلي لون اللحم تبعوله يكون بهالطريقه الحلوه. اوكي بهالطريقه هون يا شادي، جبنا هون من الملعقه وبلشنا كمان نحرك، واو، وجينا سكرنا عليهم. رح نجي هلا نشلح كمان هالكفوف من ايدينا، نعقم ايدينا بكذا نوفا اوكي بالطريقه الحلوه، ونرجع كمان على شغلنا وبدنا نعمل شراب الصوبيا. يلا بسرعه هون يا شادي، هون قبل ما ننقل تنعمل معمول المد بالتمر. هون عندنا 1 كوب من الشوفين، طلعوا شو عم بيصير. الواحد كوب من الشوفين اوكي بدنا نحط له حوالي 3 اكواب من المي حتى نعجن، يعني كوبين بدهم 6 اكواب من المي، يعني نحن هون عندنا 3 اكواب نحطهم بهالطريقه هيك او اقل شوي، وبنجي بنبلش نعمل مثل العجينه. طلعوا شو راح يصير، نوعا ما بدي ضف لهم انا من السكر
حوالي الكوب إلا شوي، يعني حوالي 3/4 الكوب من الهيل من القرفة كلهم بقلبهم، ومن مي كمان الورد أو مي الزهر حسب كمان شو بتحبوا. أكتر شي بيحطوا بشراب الصوبيا المي الورد. أوكي طلعوا كيف خلطناهم كلهم منيح منيح منيح. شو بنعمل هلأ؟ بدنا نتركهم حوالي شي ساعة. أوكي أنا ما رح أتركهم ساعة، رح أتركهم يمكن 10 دقايق. بدنا نصفيهم، ومن بعد ما نصفيهم منرجع منحطهم بقلب الخلاط ومنجمع معهم التمرات الحلوين مع عصير عنب الربيع. اتذكروا هذا الموضوع. وعصير العنب كمان منحط حوالي الكوب إلا شوي، الكوب لاتنين كوب من الشوفان، نص كوب ونتفي إذا بتكون لكوب واحد من الشوفان. أوكي يلا بلشوا يحمروا عنا. كمان خاد الدجاج، وعم نشوف كمان عنا هون من الزبدة. قبل ما انتقل على المعمول المد بلش هون، بدنا نعمل مين شو كيف الفول المدمس على الطريقة الشدوية على طريقة الشيف شادي. يلا بلشنا كمان طلعوا كيف كمان شغلي كمان كتير حلوة. رح ضيف كمان من زيت الزيتون، رح تشوفوا هاي الطريقة تعلموها وعملوها ورح تذكروني كمان اوكي بالخير مثل ما بيقولوا. يلا رح اكل شوية بصل، رح حط من البصل نتفي صغيرة مش كلون، يعني الكمية مش كلها. رح اخد كمان من الفلفل الاخضر الحار الكمية كمان مش كلها اوكي، يعني حوالي الملعقة. بقدونس كمان شوي صغيرة مفروم، ومن النعنع المفروم كمان كمية صغيرة. بخليهم ينقليوا او ينقليوا هيك او يقلبوا شوي صغيرة تتصفر شوي صغيرة البصلة حوالي شي دقيقتين ثلاثة. بعدين انا عندي هلأ حاضر هون من فول اول قطفة، من فول اول قطفة، ومن حمص اول قطفة. راح ضيفهم عليهم يغلوا مع بعضهم، وبعدين عنا اكيد مرحلة تانية راح كمان نشوفها بعد شوي. طيب لكن عنا صار فخاد الدجاج فقيه موجودين على النار، بلشت البصلة هون كمان شوي شوي هيك تغير، وعنا الزبدة عنا السمنة السيحة يلي بدنا نستعملها بعجينة المعمول المد بتمر. نلبس الكفوف من الجديد مشان العجينة، ننتقل شوي صغيرة هون كمان على ايدي الشمال، نحط مقادير المعمول. وتذكروا انه بدكم كمان تحطوا دايما دفتر كمان مطبخك قدامك يا مدام، وتذكروا دايما انكم تتابعونا على الفيسبوك على التويتر، تفوتوا كمان على الويب اوكي، يعني كمان على ال شو فينا نقول يا شيف شادي، على كل شيء بيقول انا ميديا بتلاقوا اقرا. وهيك كمان فيكم تكتبوا الوصفات، وفيكم كمان تحضرونا كمان لانه حلقاتنا عم يكونوا كمان على صفحات الفيسبوك. اوكي يلا يا شيف شادي، 2 كوب من السميد الخشن، كوب واحد من السميد الناعم، شوي صغيره من المحلب، شوي صغيره من الخميره هون، وعندنا كمان من السكر هودي كلهم سوا، مع شوي صغيره كمان من مي الورد مخلوط مع مي الزهر. وهلا منبلش كمان نضيف من الزبدة عليهم بعد شوي ومنبلش نعجن. بس قبل خلوني نتفي صغيري نشوف كمان حالة خالط الدجاج. واو هون بلشوا كمان معنا، وهون راح ضيف هلأ فوق البصل وفوق كمان النعنع والبقدونس كلهم سوا، والفلفل كمان الأخضر الحار، الفول واحد أكيد فول أول قطفة، اثنين، وهون كمان عنا الحمص ثلاثة بيعقدوا بجانو، رح ارجع ردهم لهون هيك. وبعد شوي صغيرة رح نضيفلهم كمان من البهارات، بس قبل رح خليهم يغلوا كلهم سوا مع بعضهم. رح سكر كمان عليهم وارجع تنعجن المعمول بسرعة. أو بلش انا اضيف شوي صغيرة من الزبدة اوكي، بلش اعجن تا بلش كمان هون تتكون عندي انا عجين. طلعوا كمان الجمال
طلعوا كيف ببلش كمان يفتفت هالعجين بين ايدي، واذا بنشوف كمان قدامنا وراح تكتبوها بعد شوي عجينه او خلطه او حشوه السميده او المعمول المد اللي هي من حليب الربيع مع الزبده مع التمر كله مخلوط مع بعضه. اوكي بيعقد بجنن. طلعوا كيف هلا كمان بنزيد من الزبده عليهم او من السمنه. طلعوا كيف. وهلا كمان راح تشوفوا انه راح بلش نمدها بعد شوي شغله كثير هيني، انه نعمل كمان الطابق الاول وبنرجع بنعمل كمان الطابق الثاني، وهون اخر كميه من الزبده يا شيف. طلعوا كيف. ها وهيدي العجينه بلشت تتشكل كمان عندي. واو كثير حلوه هيك بلشت تطلع. ها ليكوا العجينه كيف. وخلص هلا افضل، ومنقول دائما نحن بس نستعمل السميد الخشن لازم على القليله ننطر انه السميد تشرب السمنه او الزبده. هيدا مزبوط، اذا بتعملوها بيكون افضل والنتيجه افضل انكم تتركوا هالسميد تشرب الزبده، الزبده السايحه لمده نص ساعه او ساعه افضل بكتير. انا هون رح بلش حط كمان باول طابق هل معمول اللي عندي، اجي مده بهالطريقه. طلعوا كيف شفتوا قد ايه هيني قد ايه حلوه. كمان هون راح بعد ضيف شوي صغيره. ها ليكوا كيف شغلي ولا اهيا من هيك. عملنا طابق من السميد وراح نرجع نضيف هلا عجينه التمر اللي عملناها. طلعوا كمان هون. وهلا تنمد كمان التمر. شو لازم نعمل؟ لازم نحط ايدنا تحت المي شوي صغيره، يعني منبلل ايدنا. طلعوا كيف ها بلل ايدنا ومنجي منمد التمرات. ليكوا كمان شفتوا شو حلوه بهالطريقه الحلوه. طيب انا وعمد انا التمر، وهلا كمان رح كمان اعمل الطابق الثاني تبع السميد، ورح نفوته على الفرن على حراره 180 درجه لمده 25 دقيقه. اكيد الدجاج صار جاهز نوعا ما، والفول مدمس على طريقة الشيف شادي كمان. ناطركن بعد 3-4 دقايق. باي. أحبائي أهلا وسهلا فيكم من جديد. آخر 13 دقيقة اليوم من مطبخك من قناة اقرأ مع الشيف شادي. أوكي شغلة كتير حلوة كمان عم تصير، أنه هيك كمان بريك عم نرتاح شوي، لأنه عم بيكونوا كمان هال 26 أو 27 دقيقة من حلقة مطبخك عم تكون مكبوسة مكدوسة مليانة معلومات ومليانة كمان وصفات مشان تستفيدوا أكتر وأكتر. وأنا برح كون كتير مبسوط إذا أكيد منفهم كل شيء، ورح كون كمان مبسوط اذا منفهم كمان 60-70% من الحلقه مزبوط، لانه قد ما فيها معلومات بيكفي اذا فهمنا نصها ايه بتصيروا شايفيه بعد اقل من شهر. اوكي شو صار عنا هلا؟ اول شيء حضروا ورقه والقلم قدامكم، كتاب مطبخك تنكتب الوصفات، تنقول 1 2 3 4 5. وين الوصفات؟ 6. اوكي الوصفات هلا قدامنا رح نبلش كمان نكتبهم. اكيد من فخاد الدجاج فقيه مع الكزبره والثوم رح نكفيهم هلا. انا كمان عندي هلا كمان الفولات والحمصات اللي هي وصفه كمان كتير هيني من اول قطفه بتعقد، رح كمان حضرهم. اما 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 واما اللي هي عجينه معمول المد، والاهم واهم واهم هي حشوه التمر مع كمان الزبده وحليب الربيع. هيدي شغله كمان كثير حلوه. اوكي هلا رح انتقل هون تنشوف نحن هالفخاط كيف صاروا هون بطريقه كمان كثير حلوه. وين هون؟ طلعوا ليكوا الجمال، ليكوا الجمال تبعهم شو حلو. صاروا مستويين نوعا ما، احمروا مع زيت الزيتون لوحدهم. هلا رح احط لهم بهار او فلفل الاحمر الحلو الحار
من كمان اسناد حتى لا يوم بالطريقه هيك كمان بنحركها هيك مزبوط. واو شو هالريحه الحلوه. راح انتقل على الملح وكمان الفلفل الاسود من اسناد بهالطريقه واكيد من الثوم ومن الكزبره. انا هون عندي هالتومات الحلوين المفرومين واحد وكمان هون اثنين. راح نبلش نحرك بطريقه كمان حلوه وسريعه. بيبقى عنا نضيف بس من الكزبره. راح اجي سكر عنهم او سكر عليهم. بيبقى الكزبره الطازه المفرومه ناعمه. واو ما في اطيب من هالخلطه الثوم وزيت الزيتون والكزبره. عن جد شرقيه عربيه بامتياز. اوكي على شراب الصوبيا. لكن هون عند الشراب من بعد ما حطينا المي مع السكر مع الشوفين حطينا من الهيل وحطينا كمان عليهم من القرفة اكيد السكر طحنيهم انطرنا 10 دقائق. هلا عم نصفيهم طلعهم صفيناهم صار عندنا هذا الشوفين بقي وممكن كمان يكون شعير. شو بعمل هلا؟ نرجع بنفتح من جديد ومنضيف هالسائل. طلعوا هون شو حلو ليكوا السائل هون كله سوا بيعقد بجنن وين بنفس كمان المنطقة بهالطريقة. وبجي بنضيف عليها هالكوب من التمر. طلعوا هذا التمر هون بقلبه أكيد منزوع النوى يعني من دون العجوة تبعوله وكوب إلا شوي من عصير عنب الربيع. واو واحد اثنين ثلاثة بهالطريقة هون سكرنا طحنا وراح يصير عندنا مشروب ولا أطيب من هيك. بس اعملوا معروف اتذكروا انه بدنا نحطه بالبراد لمدة ساعتين قبل ما نستعمل شراب الصوبيا وكمان تاني يوم بيكون افضل. يعني مدام حضرتك بتحضري هيدا الشراب بالليل ومنشربه اذا بدك تاني نهار بيكون بعد افضل وافضل. نصيحة مطبخك. يلا جو طلع. واو حلو كتير بلشنا تمر كله سوا. واحد اثنين ثلاثة صار جاهز. ما بدنا غير هلا نجي نسكب ونحطه كمان بالبراد وصار عنا جاهز كله سوا. طلعوا كيف هذا هو الشكل تبعوله بيطوش بيعقد بقلبه في شقف كمان من هالتمر الحلوين. بنخليهم هيك هلا بنحطه اذا بدكم بالبراد وبنشربه بكره او بعد ساعتين. واللي بيحب يشربه هلا مع شوي صغيره من الثلج كمان في يشربوا ما في اي مشكله. يلا يا شيف تنروح شوي صغيره على الفرن نطمن على المعمول المد. واو بلشت كمان هون تحمر عنا حبيت الموضوع. يلا بدها بعد شي 4-5 دقائق. فول مدمس. قبل ما نبلش بالفول طلعوا كيف هون طفينا. شو عملنا احنا اول شي هون؟ حطينا من البصل مع زيت الزيتون مع النعنع المفروم مع البقدونس كمان كلهم سوا مع الفول والحمص من اول قطفه. هلا بدنا نحضر الفول المدمس بطريقه كتير حلوه. هي طريقتي انا. توم يا شيف شادي. طلعوا رح نعمل هون وهون توم يا شيف شادي. بنحط هون هيك بنحط بقلبهم كمان شوي صغيره من البقدونس عصير الحامض. طلعوا بهالطريقه ورح ناخذ المدقه ندقهم شوي صغيره هيك لكن عصير الحامض مع البقدونس ومع شوي صغيره من الثوم. طلعوا كيف وبجي انا منضيف عليهم من اكيد زيت الزيتون. عم نعمل هالصحن الفول بيعقد. وهلا يا شادي هون منضيف عليهم الفولات نص الكميه هون. طلعوا كيف واو ونص الكمية الباقية بتروح للصحن الثاني. وبنفس كمان هالمطرقة الصغيرة أو هالمدقة الصغيرة طلعوا شو عم بيصير كمان هون يا شيف بإضافة هلأ طلعوا شو راح يصير من البصل المفروم بقلبه من البندورة نرجع وكمان
من النعنع المفروم. ملح شوي صغيرة كمان من فلفل كمان أسناد عليها كلها، ونفس الحركة، طلعوا الحركة اللي أنا عم بشتغلها، هيدي الحركة الحلوة هيك، وهون كمان نفس الحركة عم نشتغل هون هيك. وهلأ بننتقل تنسكب الفولات تبعولنا بطريقة بتعقد بتجنن. لكن الفول مع النعنع والبقدونس والثوم والبندورة والبصل غليناهم كمان قبل، بعدين رجعنا كمان ضفنا عليهم هالمواد اللي قلت لكم عنها مع شوي صغيرة من الفلفل كمان الأسود والملح. احذروا شو ناقص، احذري يا مدام شو ناقص، أي نوع من بهارات اسناد أو أسناد. كمون، مزبوط كمون. الكمون لأنه عن جد الفول ما بيتاكل من دون كمون، لأنه كمان على طريقتي وأنا بحب كتير الكمون فحذرتوها. يلا منرجع كمان هون منحرك من جديد، منروح على السكب، واحد اثنين ثلاثة، طلعوا كمان هالصحن الفول بيعقد بجني. كمان هون منروح كمان على السكب، واحد اثنين ثلاثة، صار عندنا كمان صحنين، طلعوا شو حلوين. زيت الزيتون كمان عليهم من فوق تنقدم، وهيدا كمان هون زيت الزيتون منزينهم بالبندورة. وأكيد اللي بيحب يأكل معهم بصل أخضر، يأكل معهم فجل، إخواننا كمان بالسودان بيحبوا كتير يأكلوا مع الفول الحر كتير كتير، ونسينا هون إنه حطينا كمان الفلفل كمان الأخضر الحار، بس بيحبوا كمان يأكلوا معه البيض المسلوق. حبيت الفول. يلا الفول صار جاهز، ننتقل هلأ هون على صدر كمان، أو عنا نحنا هالفخاد للدجاج فخيه، رح نضيف عليهم مثل ما قلنا قبل هالكزبرة. منحرك بسرعة يا شيف شادي، ولازم نروح نقدم. بس وين بدنا نقدم نحنا طبقنا؟ رح ناخد نحنا هون من الخبز العربي، طلعوا هون شو حلو، رح اجي حط عليهم افخاد دجاج فقيه بطريقة كمان كتير حلوة، رح تشوفوا كيف. وهلأ بناخد كمان الملعقة كمان الحلوة من هون وبنجي، طلعوا كيف، طلعوا كيف عم ينزلوا بقلب هالطنجرة الحلوة، طلعوا واحد او هالصحن الحلو، طلعوا كيف عم ينزلوا، طلعوا الجمال، طلعوا الثوم، طلعوا الكزبرة، طلعوا كمان حلاوتهم واللون الحلو. وانا برأيي حتى مش لازمكن انه زينكن، ما بتكون زيني. عنا الصحن احمر، الخبز العربي، اللون الاخضر، الثوم واللون الدجاج كيف طلع بهالطريقة كمان الحلوة. بيبقى لنا هلأ نركض لوين على الفرن. يلا هون، واو 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 واو، منقدمها. يلا يا شيف شادي هيك، طلعوا فيها كمان هون على البطيء على البطيء، طلعوا كمان هون الجمال تبعولها، طلعوا كمان كيف، واو. معمول مد بالتمر، ممكن كمان تكون معمول مد بالقشطة، ممكن تكون معمول مد بالفستق الحلبي، ممكن تكون كمان معمول مد بالتمر بقلبه وبالفستق الحلبي. يعني أنا بيكون عندي فستق حلبي هيك بهالطريقة الحلوة، بخدها ومنرش عليها. وبذكركن أنه ما لازم ناكل أبداً المعمول هو وسخن، مش أنه أبداً يا شيف شادي، ما أنا بحب المعمول أني أنا أكله سخن، بس نحنا هلأ تنجي نقدر ناخد قطعة من هالمعمول لازم نخليه يبرد، أوكي، تنقدر عن جد ناكل هالمعمول ونستطعم فيه، وهيك يفتفت كتير بتمنا. هلأ في شغلة أنا بدي أقولها، أنه مشان المعمول ليش استعمال السميد الخشن حتى يفتفت؟ إذا ما بدنا أنه المعمول يفتفت بالتم، ضيفوا نص كباية من الطحين، طحين بيكمش وبتطلع العجينة مكموشة على بعضها ما بتفتفت. لا أحبه أو ما بيحبوا أنه يفتفت عنا المعمول. لكن مع صحنين بعقدوا بجننوا للأفطار، لكل يوم، لكل العائلة، للعزائم اللي عنا، مع كمان هالدجاج أو دجاج فقي كمان الحلوين، بعقدوا مع الكزبرة والثوم والفخاد، في كمان يكونوا سفين وجوانح، ومعمول مد كمان
بالتمر والفستق الحلبي كمان على وجهه، إذا بدنا كمان فينا نقدمه مع القطر. طيب شو ناقص بعد على المائدة؟ بيكولا. بيكولا لازم دايما مش لازم، مش ضروري، بس رح تحسوا انه في شيء ناقصنا كمان على الطاولة. وأحلى 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 انه نستعمل دايما وقبل ما يجوا ضيوفنا لعنا على البيت نرش بيتنا هيك بعطور بتعقد لو جاردان. الربيع أول أطفة لو جاردان كازانوفا بيكولا، من بعد عنا أسناد كلهم سوا أولكرز بيرحبوا فيكم وبيقولوا لكم تصبحوا على خير، صباح الخير، افطار سعيد، كل عيد وانتم بخير، اللي بدكم اياه باي نهار انتم عم تحضرونا. ينعاد على الجميع بالصحه والعافيه، وبقول لكم انا بلاقيكم بكره بحلقه جديده. باي.